في قصة طريفة من ناحية ومأساوية من ناحية، حدثت في مدينة عربية. القصة هذه أنها في راعي محل ذهب، محل تاجر ذهب دخل عليه في يوم من الأيام رجال متقدم في السن، كبير في السن، عليه وقار، لابس ثوب أبيض وقطرة بيضة ووجهه يلق من النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليكم السلام، مرحبا، يحسبه زبون ودار. مرحبا، تفضل تفضل. قال له يا بني أنا عملك الصالح. قال يا رجال روح توكل على الله، توكل الله كريم، الله كريم، أنا أحسبك زبون وجاء توكل الله كريم. قال له أنا عملك الصالح يا بني. عاد هي أول ما قاعد يتكلم كذا ويدخلون رجال وزوجته زباين، وخلى راع المحل خلى الشايب العمل الصالح وراح توجه للزباين يرحبهم، والشايب هذا رجع شوي على وراء لين قعد على كرسي. المهم قعد راع المحل مع الزباين يرويهم. شو قالت له الحرمة؟ روينا العقد ذاك، وتوجه للعقد يبغي ينزله من فوق من الرف، وهي رجعت لوراء الكرسي وراها، رجعت لورا تبغى تقعد على الكرسي. التفات لها راعي المحل قبل ما تقعد، قال لها حاسبي حاسبي في شايب وراك قاعد على الكرسي. وتلتفت تنظر ورا تشوف ورا، قالت وين شايب؟ وين اي كرسي؟ قال هذا الكرسي اللي وراك، شوف الشايب وراك لا تقعدين عليه. وتشوف الكرسي تناظر الشايب، قالت تقول راعي المحل صاحي انت؟ قال لها زوجه هو واقف. قال يلا يلا امشي امشي رجال مجنون امشي. وطلعوا المرأة وزوجها، وهذا مستغرب راعي المحل يناظر الشايب. يوم ناظر الشايب قال للشايب انا عملك الصالح يا بني، لا احد يراني سواك. فقعد بين خوف، بين مصدق، بين مو مصدق، بين مو مستوعب الموقف. قال له يا بني لا اريد منك شيئا، انا عملك الصالح، أريد أن أعطيك هذه القطعة من القماش لتتبرك بها ليزيد رزقك، ومعها قطعة منديل قماش. صدق، قام ويحب يد الشايب وعطاه القطعة، قاعد يمسح بها وجهه ويشمها شوي ولا طايح مغمى عليه فاقد الوعي، طلعت فيها يعني مخدر، وقش الشايب الذهب الموجود في المحل وراح. يوم وعراء المحل ولا ولا المحل باطي، ويطلع يراكض في السوق، شفته جا وين؟ راح اشتكى الشرطة، وقعد يرسم الأوصاف يسألونه لأن يحاول يقرب الصورة. المهم رجع ومرت الأيام، وقعد يكون نفسه يكون نفسه يكون نفسه لين ردت تجارته، ما هي بديك الأولية لكنها زين. بعد سنة وثمانية شهور يوم اللي ينفتح، والأربع شرطة جايين داخلين عليه المحل ومكلبشين الشايب. لعنت الله عليك يا الحرامي، قالوا هذا هو اللي اشتكيت عليه اللي سرق ده، قال هذا هو الحرامي، ويبندون الباب الشرطة وقعدوا الشايب. قالوا لراعي المحل لازم ان هذا مسرح الجريمة ولازم يعيد تمثيلية الجريمة ومسجلها. المهم قعد الشايب على الكرسي وقال بعد ما راحوا الزبو الرجال ومرته، أنا قعدت وقلت لها أنا عملك الصالح وإني جايب لك هالقطعة القماش علشان تتبرك فيها والله يزيد رزقك، وقلت له كذا وكذا وكذا، ومديته القطعة وذاك يسجل الشرطي. قال له سأل راعي المحل، قال صادق؟ قال صادق صح. قال طيب، سأل راعي المحل قال طيب أنت سويت لما قال كذا؟ قال أنا لفيت من الطاولة وجيت وحبيت يده وشليت منه القطعة هذه. قال سويت فيها؟ قال مشيت فيها وجهي كذا وشميتها، ويطيح مغمى عليه مرة ثانية، طلعت فيها مخدر نفس الشيء القطعة اللي بيمثل فيها، والجماعة كلهم عصابة، قشوا الذهب وراحوا. يوم وعى صاحبنا ولا المحل فاضي مرة ثانية من عمله الصالح.